السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعتقد البعض ان الانتصار في المعركة يعتمد على قدرة الاطراف على حشد القوات، الطائرات، الدبابات، الصواريخ، ولكن من يتبنى هذه الفكرة هو مخطئ تماما، لانه ينسى العامل الحاسم والاهم على ارض المعركة، الا وهو المعنى. يمتلك القدرة على تحديد الاهداف، ويمتلك التقنية التي تساعده على تحديدها وضربها، هو الذي يمتلك الافضلية على الارض والاقرب الى الانتصار. الطائرة F-35 والتي وصفها الجنرال جون ديفيد نائب قائد قوات مشاة البحرية الامريكية بانها تقتل كل شيء. هي من الجيل الخامس للطائرات الحربية المقاتلة، وتتميز بخصائص فريدة من نوعها. تصل تكلفتها الى 122 مليون دولار. واستغرق تطويرها اكثر من 25 عاما من التجارب والتصاميم. شعار الطائرة F-35، اول من يرصد واول من يطلق الصواريخ واول من يقوم بالاسقاط. تحلق على ارتفاع 50,000 قدم، وتصل سرعتها الى حوالي 2000 كيلومتر في الساعة. مزودة برادار خارق يتعامل مع 20 هدفا في اقل من ثوان 10 وفي ان واحد. تمتاز بقدرة التخفي عن اجهزة الرادار، ولديها القدرة على تفادي المضادات الارضية ايضا. الخوذة التي يرتديها طيار F-35 تمكنه من رؤية جميع ما يدور من حوله بتقنية الـ360 او بتقنية محيط 360 درجة، وكأنه هو جسم الطائرة. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد جميع ما يحيط بالطائرة من اعداء وحتى اصدقاء، سواء كانوا في الجو او على الارض، من خلال الكاميرات والمستشعرات. اتريدون المزيد؟ اتبعوني. الأنظمة على متن هذه المقاتلة هي الأكثر تطورا، لم يسبق لها مثيل في أي مقاتلة جوية في التاريخ، فهي تتلقى المعلومات من شبكة الطائرات المرافقة لها أينما كانت، ومن طائرات الإنذار المبكر مثل طائرة USAF E-3 Sentry. ويصل محيط كشفها للمخاطر إلى أكثر من 650 كيلومترا. إضافة إلى كل ذلك، فإن سرب مقاتلات F-35 يستقبل المعلومات من شبكة الأقمار الاصطناعية، والتي تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء ضمن منظومة تعرف باسم Space Based Infrared System. هذه المنظومة تقوم بتصوير سطح الأرض باستخدام تقنية التصوير الحراري لرصد أي تحركات للعدو. فهذه المنظومة قادرة على رصد أي تغيير بسيط في الحرارة على سطح الأرض، مثل إطلاق صاروخ أو حتى تشغيل محرك طائرة، لتقوم بتحديد موقعه على الأرض ومن ثم إرساله إلى منظومة الدفاع، والتي بدورها تقوم بإرساله إلى طائرة F-35 لتقوم باللازم. مطلع مايو في العراق، عندما أغارت مقاتلتان من هذا الطراز على وادي الشاي جنوب محافظة كركوك، مستهدفة شبكة أنفاق محصنة لتنظيم داعش ومخزن أسلحة في جبال حمرين. ووفقا للجيش الأمريكي جاء هذا الإعلان عن هذه العملية. يتعلق بآخر المعلومات عن عمليات وصفقات الشراء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان بأن اليابان تنوي شراء 105 طائرة مقاتلة من طراز F-35. كان هذا استعراضا لأبرز ما يمكن أن تقوم به هذه المقاتلة الفريدة في العالم، وكل هذا أيضاً